جابر، جابر الدين كبير المفروض. انا عارف ان العمليه بالنسبه لنا حلم نتمنى كلنا نحققه. ساعات كنت بحس انهم لو خيروني بينه وبين ولد شفيق اختاره. النهاردة ذكرى وفاة فنان كبير قوي، الفنان عزة العلايلي، واحد من أهم وأبرز رموز القوة الناعمة المصرية، وصاحب مسيرة كبيرة جدا قدام العديد من الجمهور، ومن خلالها قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة ما بين سينما ومسرح وإذاعة وتلفزيون، واللي وصل عددهم لحوالي 200 عمل فني. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عزة العلايلي الذي توفي يوم الجمعة الخامس من فبراير عام 2021 عن عمر ناهز 86 عاماً، وبعد أن قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون لتصل إلى نحو 200 عمل فني. ولد الفنان عزة العلايلي في 15 من سبتمبر عام 1937، وعمل كمعد لبرامج تلفزيونية لفترة قبل أن يدخل مجال التمثيل ويبدأ أولى خطوات مسيرته الفنية عقب حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وكانت انطلاقته بفيلم رسالة من امرأة مجهولة عام 1962. قدم عزة العلايلي العديد من الأعمال السينمائية، كما قدم أدواراً بارزة في التلفزيون منها رأس القطة، بوابة الحلواني، وقيد عائلي. حتى أنت يا عبد الله فاكر تحت القبة شيخ؟ بقى الكام ألف اللي دبرتهم لك عشان تفك بيهم أزمتك، يخلوك تتحول وتشك وتبقى زيهم، وتيجي أنت بالذات تقف قدامي معاهم تحاسبني؟ ربنا يسامحكم. حسبي الله ونعم الوكيل. كما حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن ممثل عن فيلم الطريق إلى إيلات، وحصل أيضاً على تكريم وهران للفيلم العربي عام 2007. اتجه عزة العلايلي للمسرح، وكان من أبرز أعماله المسرحية تمر حنة وأهلاً يا بكوات. وفي فبراير عام 2021 ودع عزة العلايلي عالمنا ليخسر الوسط الفني واحداً من أبرز رموز الفن في الوطن العربي. أنا من الأفلام اللي بعشقها هي الطريق إلى إيلات. أكتر فيلم بتحبه ليه إيه هو؟ الطريق إلى إيلات طبعاً، وأهلاً يا بكوات أنا يمكن شفتها على المسرح، كان على خشبة المسرح القومي، فاكرها كويس جداً. فنان قدير طبعاً، يعني عزة العلايلي ما حدش ينكر فضله ودوره في تنشئة جيل كامل، ولكن الجميل اللي كنت أعرفه في التقرير إن هو كان بيشتغل معد في الإذاعة والتلفزيون. أنت عارف حاجة تانية كمان، إنه كان بيعرف يغني، كان صوته حلو لكن لم يحترف في الغناء. غنى في بعض المسرحيات اللي قدمها، الإنسان الطيب، تمر حنة، عريس وعروسة، ملك الشحاتين، كذا مسرحية قدمها غنى فيها، وكان كمان بيعزف العود لكن ما احترفش الموضوع. احنا عرفناه طبعا كممثل برحمة الله عليه، قدم عدد كبير جدا من الأعمال الفنية على خشبة المسرح أو في السينما والتلفزيون.